يجهد ناشطون ومهندسون في العاصمة اللبنانية بيروت للحفاظ على البيوت التراثية القديمة المتبقية فيها، بيوت تتعرض لزحف هجمة عمرانية وراءها متمولون يعمدون لشرائها وهدمها لتحويلها لاحقا إلى مجمعات سكنية ضخمة أو إلى مراكز تجارية. بيوت بيروت القديمة يعتبرها أهلها جزءا أساسيا من هوية للعاصمة اللبنانية ومن هوية اللبنانيين في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. مراسلنا سلمان العنداري يحكي في هذا التقرير بعضا من قصص محفورة على جدران تلك البيوت. بيروت بنوافذها وطرقاتها وأدراجها وأبوابها وجدرانها تخفي الكثير من القصص. مدينة تحمل عبء واقعها ومستقبلها وماضيها الزاخر بالمعارك والهزائم والانتصارات، وفي بيوتها الكثير الكثير. بيوت بيروت كأنها تعيش بين زمنين، فتخوض معركة فاصلة للحفاظ على ما تبقى من إرث معماري وهندسي يندثر كل عام بفعل سطوة حيتان المال كما يصفها حماة الإرث الثقافي في المدينة العتيقة. ناطحات سحاب ومشاريع عمرانية إسمنتية باتت تحاصر ما تبقى من بيوت تاريخية تراثية شكلت عبر التاريخ شخصية المدينة ورونقها. تبدأ القصة من هذا البيت الأصفر المظلل بالأشجار، بيت بنوافذ كثيرة وقناطر تاريخية وشرفات واسعة. حمل هذا المنزل أسماء عدة، فبعدما كان يطلق عليه اسم فيلا مخيش وبعده فيلا فواز، بات اليوم يعرف باسم منشن. بيت تحول إلى قلب نابض بالحياة بعدما سمح مالكه لمجموعة من الناشطين والمهندسين والفنانين باستثماره كمساحة عامة للعمل والتلاقي والحوار لسنوات عدة. البيت كتير بيعني لنا، يعني ما في عندك هيك مساحات بالمدينة. فكرة البيت كتير أساسية لبيروت، لأنه عن جد العالم يلي عايزين يكونوا بالمدينة وعايزين مساحات يقدروا يشتغلوا فيها، يعبروا فيها، يجتمعوا فيها، يصنعوا فيها، مش موجودة. كمان شخصياً لقلنا والهيكلية البيت بحد ذاته، يعني أنا كمهندس لقل البيت عنده تاريخ، عنده قيمة هندسية كتير مهمة بالنسبة لبيروت. هذا الشيء كمان كتير بيعني له، بيعني لي إنه يكون موجود وأمن إنه هذا الشيء ما ينهد، هذا الشيء ما نخسره بالمدينة، لأنه ببيروت عم نخسرهم وين ما كان. هدول البيوت عم ينزلوا كل يوم، فكتير كان بهمنا، كتير كان بهمني كمهندس إنه يكون موجود وكحدا بده يشتغل ببيروت يضل عنده مكان تيشتغل فيه. البيت كتير حلو، واسع وسقفه عالي وعنده جنينة، ما عندك بقى هيك محلات هون. بالصيفية شوب فطيس تنزل تقعد بجنينة بترتاح بتنبسط بتشتغل، بتضلك معلق بعدة عالم موجودين هون، كل شوي بيفوت حدا جديد على البيت بتنبسط. ما بقى عنا هيك شيء، كل واحد قاعد بعلبته بالمدينة، ما عم بيقدر يتلقط بالشارع وبالعالم يلي حواليه، فهذا شيء كتير مهم. ولشدة السحر الذي يميز هذا البيت القديم، تماهت شخصيات سكانه بتفاصيله الصغيرة والكبيرة وبذكريات مدينة عريقة يشدها الماضي حتى يكاد يبتلعها. وغيث أبي غانم لا ينظر إلى بيوت بيروت كمسحة من النوستالجيا، بل كنافذة مفتوحة على المستقبل بكل تفاصيلها. الشغل اللي شوي مزعجة هو إنه مدينتنا مع الوقت عم تفقد كل شيء اللي بيحكي عن قصتها. يعني بعد كم سنة لقدام إذا بنبقى على هذا النسق، ما رح يبقى ولا شيء من تاريخ هذه المدينة يلي كان عندها طابع خاص لها، لأنه قوة المال هلأ عم تكون أهم بكتير من قوة الحضارة تبعنا. والناس يلي مثلنا اللي عم يجربوا يدافعوا عن هيك بيوت عم يبقوا دايماً الأضعف بالنسبة للمتمولين الكبار يلي بيفكروا بالأرض كمصدر مصاري، وكل ما تعلى قيمة هذه المصاري فينا نشيل حيالة شيء بيجي على
طريقنا. ليس بعيدا عن هذا المبنى تجول المهندسة المعمارية ناهدة خليل في منطقة البتركية في حي سقاق البلاط، وهو حي تراثي يحوي عشرات المباني والبيوت المهددة بالاندثار. تعمل هذه السيدة على حماية الإرث الثقافي والمعماري في المدينة. بيروت لإلي هي البحر وهي التاريخ تاع بيروت واللي في بقلبها إرث ثقافي عم نفقده هلا، إن كان غير محسوس ولا مبني، عم بيصير فيه تهجير، عم نقتل إرثنا الثقافي وبالتالي هويتنا، وعم نفقد نحن هيدي الهوية يلي كلياتنا يلي بتعني لنا ويلي شوي شوي عم بتروح. وبتروح كمان يعني نحن مش بس المباني، حتى عاداتنا وتقاليدنا ثقافتنا اللي منعيشها كمان عم بتروح. هيدا الحي هو من أول أحياء بيروت بيروت يلي توسعت طلعت من بيروت القديمة المصورة. تطلع هون يعني خلينا نقارن ليك بين هون وبين هون، أي اللي بدنا إياه نحن؟ أكيد ما بدي هيدا، أكيد بدنا هيدا يلي هو إشال إنساني، قياس الإنسان يلي فيه بقلبه دفى، يلي فيه بقلبه نوع من البرايفسي، يلي فيه بقلبه هيدا طابعنا، هيدا طابعنا، هيدا مش طابعنا. كثقب أسود في الذاكرة أحدثت بعض البيوت القديمة فجوة تصل بين الماضي والحاضر لتعيد ذكريات من طبقات عدة تحكي قصة المدينة التي فقدت قطعة من هويتها. معظم اللبنانيين يأخذهم الحنين إلى عاصمتهم القديمة الزاخرة بالإرث المعماري والألوان والقناطر والنقشات المطرزة في شوارعها، لكن الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في سبعينيات القرن الماضي دمرت وشوهت وغيرت وعبثت بمعالمها، ليجتاح الإسمنت بعدها معظم أحيائها، ولتبدو بيروت اليوم مختلفة عن نسختها الأصلية. في بلد متعدد الهويات والانتماءات والأوجه يبحث اللبنانيون عن هويتهم الحقيقية، فيتعلقون بقصاصة أمل أو ببقايا ذكرى أو بطرف قصة، إلا أن بيوت بيروت القديمة وحدتهم تحت سقف واحد لما تحمله من رمز جامع وتاريخ مشترك. تتراقص أشعة الشمس على أحجار البيوت القديمة في أحياء العاصمة اللبنانية، وكتجاعيد سيدة كهلة تحفر جدران العاصمة تفاصيل ماضيها وندوبه الكثيرة. فروح الماضي تعصف بزواياها المتفرقة، روح تخاف من أن يأكلها غول العمران الحديد. بألوان مميزة يقف هذا البيت صامدا في شارع الجميزي كصندوق الفرجة الذي ذاع صيته في أواسط القرن الماضي، بيت حولته المصممة والفنانة دانيال كريجيان إلى مكان يعبق بالحنين لبيروت التي تريدها عبر أعمالها وجمعها وترميمها للأدوات التقليدية. أنا بعتبر أنه بيروت، أنا مزبوط أنا بعمري تعرفت على بيروت فوق التسعين، يعني قبل التسعين ما كنت أعرف شو هي بيروت. وقتها بلشت أتعلق وجمع أشياء قديمة صرت شوف صور وتعرفت على بيروت الثلاثين، بيروت الأربعين، بيروت الخمسين، الستين. وبعتبر أنه نحن عنا كنز كتير حلو وكتير أساسي عنا ببيروت، لسوء الحظ عم يتدمر. وهولي كل هالبيوت القديمة اللي عنا ياهن هن الغنى يلي نحن عنا ياه بلبنان، قد ما فينا نصارع لنتركهن لأنه هولي الصورة الوحيدة والمزبوطة عن بيروت. هيدا البيت إذا بدك هو حلم بيت بيروت يلي نحن عم نخسره، ولهيك مثل ما بتشوف نحن علقنا هالشبابيك وهالكراسي وكله عم عملناه ملون وبيجذب لنحن نقدر دايما نذكر إنه بيت بيروت هيدا بيت بيروت الجميل الملون الذكريات يلي حتى لو قد ما بدهم يخلوه يصير أسود وبشياء نحن بدنا دايما نخليه ملون وحلو. وإلى شارع الحمرة، بيت برتقالي نهز عمره أكثر من 100 عام لا يزال ينبض بالحياة، بيت تحول إلى مقهى ثقافي بطابع مميز. هو دار المصور، يجمع طلابا وناشطين وسياح وقراء
بقناطره وهندسته التي حافظت على روح المدينة في كل زاوية من زواياه. هذا المبنى اللي نحن موجودين فيه هلأ عمره تقريباً كبناء 100 سنة. نحن صرنا 10 سنين موجودين فيه. الوقت اللي جينا فيه لهذا المكان كان عبارة عن مختلف كلياً خلينا نقول. هالمكان إذا بدأ بخلال 10 سنين تحول لملتقى، لمساحة فنية ثقافية للأشخاص يتلاقوا لإقامة نشاطات. العناصر الموجودة بالمبنى من الشبابيك للحديد للأرض للجنينة للشجرة الأكيدينية للياسمين كلها جزء من تراث بيروت اللي احنا عم نجرب نحافظ عليه أو نضلنا موجودين بإطاره عكس البنى الزجاجي الإسمنتي اللي عم يغذي هاي المدينة وعم بيشيل الطابع اللي احنا بنعرفه الآن. في بلد لا يعرف الهدوء والطمأنينة تتخبط فيه الأحداث على مقياس هزاز، لكن هذه البيوت تحتضن جزءاً من سلام مفقود بين الناس، وتبدو متعبة ومثقلة من معركة شطبها كممحاة من ذاكرة المدينة. كباش قوي يخوضه المحاربون في سبيل الحفاظ على بيروت الحقيقية مع معاول الهدم هذه. وفي الطريق إلى نهاية المعركة يتساءل اللبنانيون ويتقاذفون كرة عقدة الذنب التي أدت إلى تغيير معالم بيروت. بيروت ما ذنب أبداً يلي عم بيصير معها للحقيقة. بيروت مدينة كتير حلوة، ومن كل العالم يلي بعرفهم يلي زاروا هيدي المدينة والبلد كله كان في شيء كتير مميز فيه، بس أنا بحس لأن المشكلة هي مشكلة اجتماعية أكتر ثقافية أكتر من كيف العالم بتتعود على أنه هي أولوية وما حدا غيرها عنده حق تاني. إيه نحن عايشين حرب يلي هي أسوأ من الحرب الفعلية. نحن عايشين حرب باردة عم بيتم فيها نهب كل مقومات الوطن ومنهم الإرث الثقافي. أنا بضلني مكفية على الآخر، لأنه يعني الواحد اللي بس رح يفقد الهوية تبعيته فقد تاريخه وفقد كيانه وفقد وجوده. بقى نحن بعتبر لآخر تكة ولآخر لحظة ولآخر بيت ولآخر حجرة بدنا نضلنا متمسكين وأكيدين أنه نحن رح نقدر على القليلة نترك ذكريات صغيرة من بيروت تتخبر قصة بيروت. يعني نحن كلنا هون تندافع عن بيروت ونضلنا نشتغل كلمالها، بس ما بدك هي تدفشك لبرا. يعني هيدا يلي نحن عم نجرب نعمله بهيدا الفترة كمان الصعبة اللي عم نقطع فيها كلنا. ما بدنا المدينة تدفشنا لبرا لأنه نحن مصرين أنه نبقى. وبين الهجمة العمرانية والإسمنتية في بلد تكثر فيه الاتهامات للمسؤولين وحيتان المال فيه بالجشع والطمع، وبين معركة يخوضها محاربون من أجل حقوقهم ومدينتهم، تبقى هذه البيوت شاخصة بقوة لعلها تكمل القصة يوما ما بصمودها أمام زمن تنهشه العواصف من كل حدب وصوب. سلمان عنداري، سكاي نيوز عربية، بيروت.